بسم الله الرحمن الرحيم. دي تجربة نيوتن رينجز. زي ما انا شايف عندي عدسة، العدسة دي عايز اجيب الريديوس اوف كيرفتشر بتاعها، فبجيب مصدر ضوء احادي اللون. مصدر ضوء احادي اللون ده زي الصوديوم، فالاشعة من الصوديوم بتبدأ تطلع، بتلاقي لوح زجاج انا حاطه بزاوية 45 تنعكس عنده، تنزل على اللينس تنعكس من عندها، يبدأ يحصل الانترفيرنس. بشوفه عن طريق التلسكوب اللي فوق ده، فانا هبص فيه، وعندي هنا سكيل. السكيل ده بيعرفني القراية بتاعتي كام بالظبط، ده هعرف اقراه ازاي بالتفصيل. هشوف الفرنجيس من هنا، هبص في التلسكوب علشان اظبط مكان الفرنج لحد ما تحطها. بعد كده هقيس الاكس نوت من هنا. دي شكل الرينجز اللي بتظهر لي. انا بظبط الكيرسور احطه في النص زي ما انا شايف كده. بعد كده ببدأ اشوف الرقم اللي قدامي كام. بعد ما اعرف الرقم ده بكتبه اكس نوت. بعد كده ببص على الفرنجس اللي عندي وابدأ احرك الكيرسور واعد الفرنجس وانا ماشي. ادي 1 2 3 4، اقف عند الرابعة واشوف القراية اللي عندي كام، اطرحها من الاكس نوت لما كان واقف عند الصفر، يبقى ده الاكس بتاع الام بيساوي 4. بعد كده ابدأ ابص تاني، انا واقف عند الاربعة، ابدأ احرك 5 6 7 8، اقف عند التمانية، يبقى دلوقتي الام بتساوي 8. اشوف القراية بتاعت الفيرنير ميدياني كام، اطرحها من الاكس نوت الاصلية، يبقى دي الاكس بتاعت الام بتساوي 8. بعد كده ابدأ ابص تاني، انا كنت واقف اخر مرة عند التمانية، ابدأ احرك تلسكوب 9 10 11 12، يبقى الام دلوقتي بتساوي 12. اشوف الاكس بتساوي كام، وكل مرة بطرحها من الاكس نوت الاصلية وهكذا. القرايات اللي انا خدتها دي كلها كانت قراية الريديوس بتاع كل رينج مع الاوردر بتاعها. فانا علشان اجيب الدايمتر بتاع كل فرينج ممكن اقيس نفس اللي فات ده ناحية اليمين وناحية الشمال واجيب الفرق ما بينهم، او ممكن اضرب الريديوس اللي انا لسه قايسه ده في 2 عشان اجيب الدايمتر. بعد كده بربع الدايمتر واحسب دي سكوير، برسم العلاقة ما بين الاوردر ام على الاكس اكسس، وبرسم الدي سكوير على الواي اكسس، بيطلع لي خط مستقيم. الميل بتاعه بيساوي 4 r لامدا. الار ده اللي هو الريديوس اوف كيرفتشر بتاع العدسه بتاعتي اللي انا كنت عايزه، واللامدا جيفن احسب منها الار.